مواعيد أجازة عيد الأضحى المبارك والأجازات الرسمية في شهر سبعة ألفين واحد وعشرين. أهلا بكم. أدعوكم للإشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. ولا تنسى دعم المقطع بلايك من موقع المصري اليوم وتحديدا كتب يوم الخميس واحد يوليو ألفين واحد وعشرين. التفاصيل. بعد 30/6 تعرف على مواعيد عيد الاضحى المبارك و16 يوم اجازه في شهر 7 يتصدر موعد عيد الاضحى المبارك 2021 محركات البحث على موقع جوجل خلال الايام الأكي الاخيره خاصه بعد إعلان المركز الفلكي في دولة السعودية عن وقفة عرفات وهو الموعد المحدد بين السعودية ومصر حيث تتابع مع رؤية الهلال شهر الجديد في يوم 29 ذي القعدة لتحديد الموعد بالدقة المصري اليوم تواصل تقديم خدماتها للمشاهدين وترصد لكم 16 يوم اجازه رسميه يحصل عليها الموظفين بالدوله خلال شهر 7 الجاري تبدا النهارده الخميس بمناسبه ذكرى ثوره 30 يونيو العطلات الاسبوعيه التي يحصل عليها الموظفين في يوليو 2021 10 ايام عطلات رسميه اسبوعيه يحصل عليها الموظفين في يوم الجمعه والسبت من شهر يوليو وهي يوم الجمعة اتنين سبعة والسبت تلاتة سبعة يوم الجمعة تسعة سبعة ويوم السبت عشرة سبعة الجمعة ستاشر سبعة والسبت سبعة عشر سبعة الجمعة ثلاثة وعشرين سبعة والسبت أربعة وعشرين سبعة الجمعة ثلاثين سبعة والسبت واحد وثلاثين سبعة أما عن وفق في هتكون يوم الاثنين الموافق تسعة عشر يوليو على أن يكون يوم التلات عشرين يوليو اول ايام عيد الاضحى ويستمر حتى يوم الخميس 22 يوليو ويسبق ذلك يوم الجمعة والسبت 16 و17 يوليو راحة أسبوعية، يتبقى يوم الأحد الوحيد وسط أسبوع العيد وهو ما قد يجعل رئيس الحكومة يصدر قرار بضمه إلى عيد الأضحى لتصل إلى تسعة أيام متواصلة بعد ضم يوم الجمعة والسبت 23 و24 ليستفيد الموظفين بعدد أكبر من أيام الأجازة خلال عيد الأضحى المبارك. أما عن أجازة ثورة 23 يوليو المقررة للعاملين في الحكومة ونظرا لأن موعد أجازة ثورة 23 يوليو سيأتي في رابع أيام عيد الأضحى فسيتم تأجيل الاحتفال بذكر الثورة 23 يوليو بقرار من الحكومة إلى يوم آخر خلال يوليو الجاري أما عن الأجازات المتبقية في عام 2021 بعيد الأضحى هيكون يوم الاثنين 9 أغسطس عيد رأس السنة الهجرية ويوم الاربعاء 6 اكتوبر 2021 ويوم الاثنين 18 اكتوبر عيد المولد النبوي الشريف الخبر الثاني وهو 20 قرار تدخل حيز التنفيذ النهارده ابرزها حافز شهري بقيمه 400 جنيه التفاصيل اعلنت الحكومه المصريه عن 20 قرار يبدا تنفيذه اليوم الاول وأغلبها تأتي لتحسين المستوى الاقتصادي للعاملين بالدولة من خلال زيادة أجور الموظفين، وبدلات وحوافز وعلاوات الموظفين، اعتبارا من بدء العام المالي الحالي 2021/2022، حافز شهري 400 جنيه وعلاوة 13% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية. قالت وزارة المالية خلال الموازنة العامة للدولة 2021-2022 إن هناك 20 قرار تدخل حيز التطبيق على الموظفين بداية من اليوم الأول الموافق الخميس 1 يوليو 2021 يستعرض موقع الوطن في هذا الفيديو على النحو التالي واحد يمنح الموظفين العاملين بالدولة والمخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيه شهريًا وبدون حد أقصى. يمنح العاملين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 13% من المرتب الأساسي بحد أدنى 75 جنيه شهريًا وبدون حد أقصى. القرار الثالث إقرار حافز شهر إضافي بفئات مالية مقطوعة تتراوح من 175 جنيه ل 400 جنيه أربعة تمويل حركات الترقيات للمستوفين اشتراطات الترقية في 30 يونيو المقبل خمسة زيادة بدل المعلمين وحافز الأداء ومكافأة الامتحانات معلمين وإداريين بتكلفة 5 مليار و 600 مليون جنيه رقم ستة إنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم. سبعة إقرار حافز تطوير التعليم قبل الجامعي للمعلمين. رقم تمانية ضم 180 مليار جنيه لصناديق المعاشات من الخزانة العامة بهدف زيادة المعاشات 13% رقم تسعة زيادة مخصصات التأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين عن نفقة الدولة لـ 10 مليار و700 مليون جنيه رقم 10: زيادة مخصصات الوجبة المدرسية إلى 6 مليار و200 مليون جنيه 11: زيادة مخصصات الأدوية إلى 13 مليار و100 مليون جنيه بزيادة 11% 12: دعم حصول 70 مليون مواطن على رغيف العيش والسلع التموينيه الاساسيه ب 87 مليار و200 مليون جنيه 13 ضخ 75 مليار جنيه لتمويل مبادره تطوير قرى الريف 14 دعم معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامه بمبلغ 19 مليار جنيه رقم 15 زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم 49 لسنة 1972 رقم 16 إقرار إسابة الأطقم الطبية والتمريضية بقطاع الصحة بواحد مليار جنيه رقم 17 تكليف الأطباء المكلفين بقطاع الصحة بخمسمائة مليون جنيه 18 تحسين دخل الموجهين بمرحلة رياض الأطفال حتى الصف الرابع الإبتدائي ليصل إستفادة المعلم إلى 670 جنيه شهرياً. 19 زيادة دعم المياه إلى 2 مليار و300 مليون جنيه بنسبة نمو 2% رقم 20 دعم النقل والإنتقالات ب 4 مليار و800 مليون جنيه. بتمنى يكون الفيديو عجبكم. شكرا لكم على المشاهدة إن أعجبك الفيديو عزيز المتابع من فضلك قم بالاشتراك في القناة بالضغط على زر اشتراك الأحمر أسفل الفيديو ولا تنسى دعم المقطع بلايك شكرا على المشاهدة الرجاء دعم المقطع بلايك حتى يصلك كل جديد إلى اللقاء في فيديو آخر